مشاهدينا الكرام اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده من برنامج البلاد. اليوم حنتكلم باجزاء ثلاثه، حنتكلم على مصرف ليبيا المركزي وما اصدر من قرار من ايقاف مجموعه حسابات لجهات اعتباريه وايضا لمواطنين، وايضا سيكون معنا مراسلنا من بنغازي السيد محمد المجبري للحديث حول اوضاع مدينه بنغازي وما فيها اليوم، وزيارة رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبدالله تني. الجزء الثاني حنتكلم فيه على فرض الأتاوة في مدينة سرت من قبل تنظيم داعش، والجزء الأخير المصالحة بين الطوارق والتبو. حقيقة اليوم بنحاولوا أن احنا النوعه بشكل كبير حتى تكون وجبة إعلامية فيها الكثير من الموضوعية والمواضيع المهمة. معنا الأستاذ عصام العول من مدينة طرابلس عبر الهاتف، مدير المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي. أستاذ عصام مساء الخير. أهلا أستاذ. شكرا لك أستاذ عصام لانضمامك لنا وقبولك دعوة البلاد اليوم للحديث عن مصرف ليبيا المركزي. حقيقة هذا الـ القرار اللي أصدر مصرف ليبيا المركزي، على أي أساس تم اتخاذه؟ أولا نحييك مشاهدي الكرام. هو ليس قرارا، هي طبعا سرد المصرف المركزي العكس من القرار والردود من أجل إيضاح دور مصر المركزي في موضوع مكافحة كسب الأموال وتنظيمها وغيرها. فارتأت تصويت المركز أن يجمع هذه الردود من أجل توضيح على الرأي العام وتنبيه الرأي العام بها. طبعا ما نشكل اليوم هو رد على العديد من هذه الاستفسارات، والتي كان من بينها هو أن المصرف في المركزي قام بتجميد عدد حساب 79 جهة اعتبارية هي مخصوص بها الشركات، وعدد حساب 102 أشخاص طبيعيين في عام 2016. طبعا هذا وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2005 شأن مكافحة كسب الأموال، باعتبار أن السيد محافظ مصرف في المركزي هو رئيس الوطنية لمكافحة كسب الأموال. نعم. تجميد هذه الحسابات لمدة شهر فقط وفقا للقانون، ومن ثم إحالتها إلى مكتب النائب العام. ما أردنا إيصاله من خلال هذا التوضيح وغيرها من التوضيحات التي تم نشرها خلال الرسمي والصفحات الرسمية للمصرف على مواقع التواصل الاجتماعي، هو أن مصرف ليبيا المركزي قائم بدورة في مكافحة كسب الأموال في الاعتمادات المستندية. وسبق أن وضحنا إعلاميا أن دور المصرف يقتصر في إيقاف معاملات الشركات التي ثبت عليها أي شبهات كسب الأموال وإحالتها إلى الجهات الضبطية المختصة كديوان المحاسبة ومكتب النائب العام والرقابة الإدارية المقودين وفق القانون. نعم. طيب. التحقيق والضبط. نعم. والقبض. طيب. نوضح النقطة هنا بس. نعم. تفضل سيد عصام. إن المصرف المركزي أبوابه مفتوحة للجميع في التعاون من أجل التصدي لجرائم غسل الأموال مهما كان نوعها ومهما كان. نعم. حزب. طيب سيد عصام. نعم. المصرف ليبيا المركزي على ماذا اعتمد من وقائع بحيث أن جمد هذه الحسابات؟ هل ثبت رسميا أن هذه الحسابات سواء كان للجهات الاعتبارية أو المواطنين اللي هي سميتموها أنتم حسابات طبيعية، هناك وقائع تم إثباتها؟ نعم. طبعا عند الطرف المختص المحافظ يبني قراره بناء على التدقيق في المستندات اللي ترد اليه من الادارات المختصه بمصرف ليبيا المركزي عن طريق وحده غسل الاموال واداره الرقابه على المصارف والنقد. يعني القرار لا ياتي الا من خلال التدقيق والفحص ومن ثم اتخاذ القرار النهائي. نعم. طيب هذه الحسابات هل يمكن ان يقلل بما يعرف بالاستقرار النقدي المفقود في ليبيا في حال تم تجميد هذه الحسابات، وتم تأكيد أن هذه الحسابات تعمل بغسيل الأموال؟ طبعا يعني سبق أن وضحت لك أن المصرف المركزي بيقوم بدور التجميد لمدة شهر، أما سلطة التحقيق والضبط والتحقق والضبط لهذا المسألة هي ترجع للجهات الضبطية المختصة. لا أنا أقصد أستاذ عصام الاستقرار النقدي المحلي والأجنبي في حال تم إثبات أو وتجميد هذه الأرصدة. نعم في حال تم إثبات، يعني هل حيكون فيه نوع من الاستقرار في هذا الجانب؟ لأن أنت زي ما تعرف الاعتمادات هي عملة صعبة. نعم. أنت لما تجمد أوقفت جريمة حق القانون. نعم.
نعم. طيب استاذ عصام، يعني هل يمكن انك انت تقول لنا، مش شرط انك تسمينا، ولكن نوع هذه الجهات، انتم بالذات الجهات الاعتباريه، يعني نوع هذه الجهات، هل هي اقتصاديه، هل هي مثلا تابعه في جهه النفط او التجاره الشخصيه، او يعني مساله واضح انها مساله كبيره، مساله غسيل اموال. طبعا احنا يحكمنا قانون، ما نملكوش طبعا وفق القانون لا نستطيع ذكر المسميات. أنا أوضحت لك شركات وأشخاص فرقيين. نعم. طيب الأرصدة اللي سميتموها أنتم الطبيعية، أولا ما معنى الأرصدة الطبيعية؟ وثاني شيء هل نعم لحظة بس خلينا نكمل لك الشطر الثاني أستاذ عصام، لأن ما زال دقيقتين فقط. الأرصدة الطبيعية ما معنى الأرصدة الطبيعية؟ والجزء الثاني هل هي لسياسيين أو يعني تجار أو أيا كانت؟ الأشخاص الطبيعيين يعني هم الأعضاء في هذه الشركات، يعني مجلس إدارتها يعني. نعم نعم. طيب إذا كان في أي إضافة أستاذ عصام أو شيء حابب توصله، أو يعني إحنا حاولنا نفهم أكثر في هالموضوع هذا. أنا طبعا في موضوع يعني الحديث الآن كثر الحديث عن المرتبات. نعم. حتى الوقفون أن مصر في المركز الشرع اليوم في تنفيذ هناك طرف مرتبات شهر يناير اللي استلمها نهاية دوام عقد يوم الأحد، واليوم بس نفذها وبعون الله سبحانه وتعالى ستكون تقريبا يعني في متناول حسابات المواطنين بعون الله تعالى. نعم. الأستاذ عصام العول مدير مكتب الإعلامي بمصرف ليبيا المركزي، شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به. أضاف نقطة أخيرة مهمة جدا، أن مرتبات شهر يناير مشاهدينا الكرام اللي هو شهر واحد واللي عند الآن ما نزلوش في المصارف، إنها بادي الشغل فيهم وتقريبا خلاص أنه الموضوع هذا، وفي خلال أيام قليلة بعون الله حتسلموا مرتباتكم. احنا عارفين أن الأسعار شايطة زي ما شايط مجلس النواب مشاهدينا، وعارفين أن اليوم مجلس النواب كان من المفروض أن تكون عنده جلسة لإما تمرير واعتماد الحكومة أو رفضها. اليوم النصاب حسب ما وردت من معلومات أن النصاب لم يكتمل، حتى على تصريحات بعض أعضاء النواب عبر صفحاتهم عبر الفيسبوك أو غيرها، أو حتى عبر وسائل الإعلام ذكروا أن النصاب لم يكتمل. السؤال الآن يطرح نفسه، البلاد الآن سبحان الله تمر بأزمة، حرب في كل مكان، إرهاب متطرف داير بالبلاد من كل جهة، يعني وجلسة يعني تاريخية المفروض تعتبر، ما زال تؤجل وما زال فيه حسابات ساسة وما زال فيه خلينا نقولها باللي بطبق تحت الطاولة، ويعني وأشياء غريبة سبحان الله. يعني الواحد ما عندهش بيقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا كمواطنين قعدنا غاركي نستنوا في أعضاء البرلمان إمتى يلتموا وإمتى يتكرموا علينا ويعتمدوا أو يرفضوا هذه الحكومة، على الأقل نشوفوا شنو الخطة البديلة في هالموضوع. طيب الآن ينضم إلينا مراسلنا محمد المجبي بمدينة مغازي عبر الهاتف. محمد مساء الخير. مساء النور عزيزين، مساء النور لكل الطاقم عبر قناة تي 18. نعم محمد، آخر الأخبار مدينة مغازي. نعم الأخبار عزو كما هي عارف مدينة مغازي تقدمات واضحة في كل المحاور العاملة أبرزها محور الهواري جواشا، حيث منذ لحظات كنت اتصال مع رجال الجيش في ذلك المحور، أكدوا لي أن في الساعات القريبة القادمة سيكون هناك اقتحام على منطقة جواشا من ثلاث محاور في أمل تحريرها ووصول إلى بوابة جواشا، هذه البوابة التي تعتبر من أبرز معاقل وتمركزات داعش في نعم. منطقة جواشا. نعم. طيب محمد، زيارة رئيس الحكومة اليوم السيد عبدالله التنية رئيس الحكومة المؤقتة لمدينة بنغازي، أول شيء ماذا قدمت من خلال هذه الزيارة وأثارها على المدينة بشكل عام، سواء كان المجلس المحلي أو حتى عناصر الجيش في كل المحاور؟ نعم، زيارة رئيس الوزراء عبد الله التنية مدينة بنغازي أتت بعد يعني تحرير بعض مناطق مدينة بنغازي، ولعل من أبرزها منطقة الليكي وطريق المطار التي قال هو بنفسه أن هذا حدث كبير لمدينة بنغازي. هذه الزيارة بملخص عام بعد الحديث مع السيد عبد الله التنية والسيد عمر البرعاتي عميد البلدية، ملخص زيارة رئيس الوزراء تم الاتفاق فيها على بعض الأشياء، منها تأمين بنغازي بخمس بوابات إلكترونية لتكتشف الأسلحة والمتفجرات، بالإضافة إلى ثلاث سيارات مجهزة للكشف على المتفجرات محاولة للحد من التأسيات من قبل الإرهابيين. أيضا تسييد 800 مليون دينار للمرتبات لجميع القطاعات، بحيث يتم صرف مرتب شهر واحد وشهر معا، والعمل على تجهيز مطار بنيدة، هذا المطار الذي تعتبر يعني خلاص تحت سيطرة قوات الجيش الوطني، لينطلق قريبا في استئناف عمله بعد الصيانة لمجمع الحجاج الذي تضرر جراء القصف على المطار.
ايضا تكليف العقيد صلاح عويدي بتامين مدينه بنغازي. العقيد صلاح عويدي كما تعرف هو رئيس قسم البحث الجنائي تبع مديريه قسم بنغازي، تكليفه لتامين مدينه بنغازي سيكون مشرف على باقي الوحدات التابعه للتحديديه بتامين المدينه. ايضا شروع في حسب الحصر على وجه السرعه المباني المتضرره جراء الحرب من قبل مكتب الشؤون الاجتماعيه بنغازي، وتكليف او تكليف مع تكليف حمل تنظيف شامل للمناطق التي تم تحريرها مؤخرا باشراف المجلس البلدي بنغازي. نعم. وايضا وضع بنغازي في اولويات العمل لدى الوزارات في جميع مرافقها نظرا لما عانته المدينه وإلات الحرب في المده الماضيه. هذا يعني مجملا ما حدث في زيارة رئيس الوزراء. نعم. طيب محمد، هل كان فيه الحديث على مسألة إعمار بنغازي؟ لأن احنا عارفين أن المدينة عانت الكثير وفيها الكثير من الدمار، هل اليوم صاير حديث مع رئيس الحكومة المؤقتة عن إعمار مدينة بنغازي؟ نعم، تحدثنا بهذا الموضوع مع عميد مدينة بنغازي الأستاذ عمر البرعصي، وقال بالحرف الواحد أننا وجهنا خطابات قبل زيارة رئيس الوزراء عبد الله بن مدينة بنغازي، والآن ناقشنا هذا الموضوع معه ألا وهو إعمار بنغازي. ووعد رئيس الوزراء عبد الله بن بتقديم سلسلة كاملة لمجلس بلدي بنغازي بشأن إعمار هذه المدينة ومرافقاتها الأساسية والمباني المتضررة. نعم، هل الحكومة قدمت أي دعم خلال اليومين الماضيين واليوم لمدينة بنغازي من تمويل ومعدات طبية وإلى ما ذلك؟ لأن المنطقة الآن يعني شبه تحررت تماما ومحتاجة الآن لدعم حقيقي من الدولة. حتى هذه اللحظة زميلي لم تقدم أي امدادات لمدينة بنغازي، سواء مالية سواء بالأدوية سواء أي شيء ينقص بلدية بنغازي. حتى هذه اللحظة نعم. لم تقدم أي شيء، وهذا تصريح من عميد بلدية بنغازي. نعم نعم محمد. نعم محمد المجبي مراسلنا من بنغازي كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. مشاهدينا الكرام، فاصل بإذن الله ونواصل الجزء الثاني من حلقة البلاد الليلة، خليكم معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام والجزء الثاني من برنامج البلاد. مشاهدينا الكرام، أعلن تنظيم داعش أنه حيفرض أو فرض عتاوة على سكان مدينة سرت، وأصدر في شريط فيديو ليه إثبات هذا الموضوع وبدأ فيه فعليا داخل المدينة. طبعا حنتكلم في هذا الموضوع، لكن عبر الهاتف اسمحوا لي وأرحب معي بالأستاذ الجمعي القاسمي مهتم بالشأن العام لتونس من تونس عبر الهاتف، لكن قبل الحوار نشوف التقرير ونرجو. نهج جديد يتبعه تنظيم داعش بعد خسارته في بنغازي ومضايقته في سرت. فبعد أن كان التنظيم مستقرا ماليا يشتري في الذمم ويحابي الأجانب وينصبهم في المراكز ويضم المجرمين والمتورطين في الدم إلى صفوفه، اليوم يفتتح مركز الزكاة والصدقات بحجة إقامة الفريضة بعد أكثر من نصف سنة من سيطرته الكاملة على المدينة. ها هو الإرهاب يستعمل التكنولوجيا ويرتب الملفات ويعمل بنظام متكامل ليزيد من بسط سيطرته على سرت. وينقسم المركز إلى أقسام، من بينها قسم الجباية وقسم المستحقين، ويتم إجبار الممتنعين على وضعها غصبا، سواء من أصحاب العقار والمال ومن أصحاب الغنم، ويتم تجميع المال بهذه الطريقة التي ترونها. وبالنسبة للذين لم يؤدوا زكاتهم شحا وبخلا فيحدد المركز عقوبة عليهم أو على من أخفى جزءا من ماله بأن يؤخذ شطر ماله. خسارات التنظيم في العراق وسوريا هي ما يرجح هذا القرار المفاجئ، خصوصا بعد الضغط في شرق وغرب البلاد، لكن التنظيم يسيطر بشكل كامل على المدينة. تابعنا مشاهدينا الكرام، رحبوا معي بالأستاذ جمعي القاسمي مهتم بالشأن العام من تونس العاصمة عبر الهاتف. أستاذ جمعي مساء الخير. مساء الورد والياسمين. أول شيء الحمد لله على سلامتك، وكان من المفروض أنك تكون معنا اليوم عبر الأقمار الاصطناعية، لكن لوعك الصحية تمر بها نقول لك ألف لبس عليك والحمد لله على سلامتك، ونشكرك في بقبولك دعوتنا وانضمامك لنا الليلة.
سيدي اهلا وسهلا وشكرا. اهلا الله يسلمك. استاذ الجمعي، اعلان التنظيم الان فرض زكاة والاتاوة على المواطنين داخل مدينة سرت، هل هذا يعني افلاس التنظيم داخل المدينة؟ لا، باعتقادي المسألة يجب النظر اليها من زاويتين. نعم. الزاوية الاولى متعلقة بمحاولة هذا التنظيم الارهابي فرض نفسه وبالتالي سطوته على المشهد العام في مدينة سرت وغيرها من أجزاء التراب الليبي. والجزء الثاني مرتبط ببدء تضاؤل الموارد المالية لهذا التنظيم الإرهابي ارتباطا بالضربات العسكرية التي تلقاها خلال الأيام القليلة الماضية التي قد يكون لها تأثير على تماسك وحداته وقواته. لذلك المسألة يجب أخذها باحترام شديد لأنها تنم من زاوية على أن هذا التنظيم بدأ فعلا يرسخ قواعده وأنظمته على المدينة، ومن زاوية أخرى مرتبطة بالبعد الاقتصادي المالي لهذا التنظيم، خاصة وأن كل المؤشرات تؤكد أنه سيتلقى خلال الأسابيع القادمة ضربات أخرى. طيب، هل هذا يظهر حالة الخوف لديهم وعدم المبالاة بما يحدث في بنغازي من خلال إصدار مثل هذه يعني الشروط وهذه الإصدارات المرئية؟ نعم، هذه عبارة عن رسائل يحاول من خلالها الإهانة أو إهانة الرأي العام والشعب الليبي بالتحديد على أنه ما زال متماسكا وقادرا على فرض قوانينه، وأن ما يجري وجرى في بنغازي وضواحيها لن يؤثر عليه، وبالتالي هذا يندرج في سياق ما يسمى بالحرب النفسية، وباعتقادي لن تأتي أكلها باعتبار أن هناك عملية حسم حقيقية ستتم خلال الأسابيع القادمة. نعم، لكن في الحقيقة بنغازي الآن تقريبا 95% أو 98% تحت سيطرة قوات الجيش. مدينة جدابية تم أيضا تحريرها بالكامل من قبل قوات الجيش. مدينة صبرات الحراك الفترة اللي فاتت كان للتنظيم أيضا تم وأده من قبل القوات الأمنية وشباب المنطقة. ألا ترى أن الآن التنظيم أصبح بين كماشة القوات الأمنية؟ هذا صحيح، إذا أضفنا إلى ذلك ما جرى لهذا التنظيم في درنة فيبدو أنه أصبح محاصرا من جهات عدة، لكن يجب الانتباه إلى أن مخرجا ما زال لهذا التنظيم وهو المخرج الجنوبي، وبالتالي الاتجاه نحو تشاد والنيجر إلى غير ذلك. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذا التنظيم يفكر في ضم جماعة بوكو حرام، فبالتالي أن توسعه سيكون في منطقة الساحل والصحراء، وبالتالي ينغمس أكثر فأكثر في متاهات الصحراء، وهذا الأمر بات متوقعا. لذلك يبدو أن القوى الدولية واعية لهذا الخطر. نعم. وهي تعمل على محاصرته جنوبا. نعم. طيب، من ضمن ما, 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 ما ذكرناه على مسألة الكماشة، أيضا هناك تصريحات حتى من النقيب محمد بسيط من مدينة جابية حول أن الخطوة القادمة هي سرت بعد تحرير مدينة بنغازي وجدابية. هل هذه ضمن التخوفات من 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 الجيش، واللي الآن أصبح التنظيم يظهر حتى مسألة الزكاة والأتاء ولما ذلك؟ نعم، هو هذه كلها كما قلت هذا جانب حرب نفسية، والجانب آخر هو استعدادا للمعركة القادمة لتحرير سرت. وبالتالي كما رأينا خلال الأشهر الماضية هذا التنظيم الإرهابي حفر الخنادق وأقام السواتر في محيط مدينة سرت، لكننا رأينا خلال اليومين الماضيين عملية نزوح كبيرة لأهالي سرت من المدينة، وبالتالي يبدو أن المعركة اقتربت كثيرا من سرت، وهو يبحث عن مخارج وبحاجة إلى أموال لاستخدامها خلال المرحلة القادمة. نعم. طيب أستاذ جمعي، التنظيم الآن موجود في مدينة سرت، وأيضا هناك جيوب له في مدينة هراوة وأيضا صبراتة. هل بانتهاء التنظيم إذ ما تم الهجوم على من قبل قوات الجيش إلى مدينة سرت، هل يعتبر التنظيم في خبر كان داخل ليبيا، أو أنه من المتوقع أن يظهر في مدن أخرى؟
يعني باعتقادي من السابق لأوانه الحديث عن انتهاء هذا الموضوع بالنظر إلى الأجندات المرتبطة بوظيفة هذا التنظيم. كما تعرفون هناك دول إقليمية وأخرى دولية لها مصلحة في بقاء هذا التنظيم حتى تبقى ليبيا دولة عشة ورخوة ويسهم استنزاف ثرواتها. لذلك باعتقادي أن هذا التنظيم قادر على التحرك لينتشر في مكان أخرى، ثم أن التكتيكات هذا التنظيم التي استخدمها في العراق كما سوريا رأيناه كيف يستطيع امتصاص العديد من الرابطات والانتقال بسرعة من مكان إلى آخر ارتباطا بالأجندة الدولية التي توظفه. نعم، لكن هذا مش في مصلحة الدول الأوروبية وأن تكون ليبيا دولة هشة ومزروع فيها الإرهاب. يعني سياسيا وإعلاميا هذا صحيح، ورأينا المجتمع الدولي وخاصة العديد من الدول الأوروبية تحذر من انتشار هذا التنظيم وبقائه في ليبيا. هذا التصريح شيء، لكن الواقع السياسي ارتباطا بالتعقيدات الجيوسياسية في المنطقة يبدو أن دولا معنية ما زالت تراهن على بقاء ليبيا هشة ورخوة، لأن مثل هذا الوضع يخدم بعض المصالح التي تخطط لها للمنطقة. نعم، طيب سيد الجمعي، بالعودة إلى موضوع المال وتدفق المال، هل الآن التنظيم أصبح يبحث حقيقة على يعني دخل ليه، من حيث أنه طبعا أنت زي ما عارف في سوريا والعراق الآن هناك ضربات جوية قوية جدا من التحالف ومن القوات العراقية وأيضا من الروس، هل يبحث الآن على مدخل أو مخبأ له مالي بعد ما تم تجفيف دخله؟ يعني على مستوى هذا التنظيم في العراق وسوريا هذا صحيح، موارده المالية تقلصت كثيرا جراء الضربات الجوية الروسية والحظر الذي بات يحظى به مع تراجع وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. لذلك رأيناه سعى في ليبيا إلى محاولة الاقتراب من الهلال النفطي الليبي، علّه بذلك يسيطر على جزء قادر على إعادة التوازن لموارده المالية، لكنه إلى غاية الآن فشل في تحقيق هذه المهمة. لكن باعتقادي أن سيسعى ويحاول مرة أخرى، وهذا مرتبط بحقيقة الأمر بمدى قدرة الجيش الوطني الليبي التقدم لمزيد إحكام الخناق وتغييق الخيارات أمام هذا التنظيم، وبالتالي دحره وإبعاده عن مناطق الهلال النفطي وكل الموارد النفطية الليبية. لكن يبقى لديه موارد أخرى كما تعرفون، أنه يقوم بعمليات ابتزازا واختطافا وبالتالي الفدية تماما مثل ممارسات تنظيم القاعدة سابقا، واليوم نراه يفرض الأتاوات والجزية على المواطنين، وهي كلها ممارسات تندرج في إطار توفير المزيد من الموارد المالية. نعم، طيب سيد الجمعي، في حال ما تم، احنا الان نتكلم على فرضيات وما فيش حاجة ثابتة، يعني قاعدة ثابتة في مثل هذه الفرضيات، ولكن في حال ما تم دخول الجيش الليبي الى السرت، هل نتوقع تغيير المعادلة الدولية في دعم الارهاب حسب ما تفضلت حضرتك؟ دون شك، وباعتقادي ان الموقف المجموعة الدولية بدأ يتغير منذ الانتصارات الميدانية التي حققها الجيش الوطني الليبي في بنغازي وفي غالبية محاور القتال. رأينا مواقف بدأت تتبدل، وبدأ الحديث على أن الجيش الوطني الليبي بقيادته الحالية أصبح رقما صعبا في المعادلة السياسية لا يمكن تجاهله، وبالتالي المسألة تندفع باتجاه البحث عن صيغة ما لرفع الحظر المفروض على
تسليح الجيش الوطني وبالتالي إدماجه بشكل جدي في العملية السياسية حتى يكون سندا لها وبالتالي توفير الأمن والاستقرار للحكومة المرتقبة. نعم، الاستقرار طبعا مش مصالح التنظيم داخل أي بلد يعني يدخل له، لكن هل تتوقع في حال ما تم تمرير حكومة وفاق يمكن لهذا التنظيم أن يخسر ولو شيء قليل على الأقل معنويا؟ دون شك توصل الأطراف والفرقاء الليبيين إلى توافق حول الحكومة وأن تنال ثقة البرلمان هذا سيضعف هذا التنظيم بل سيقلص من هامش المناورة السياسية وكذلك أيضا العسكرية لأنها ستكون هناك حكومة تتكلم باسم الشعب الليبي وهي التي قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة. نعم، طيب إلى أن يرجع إلينا الأستاذ جمعي القاسمي من تونس. طبعا تحدث الرجع عن العديد من النقاط المهمة جدا وهي مسألة أن التنظيم في حال ما تم دحره لن يكون بالشيء البسيط لأن العديد من الدول اللي حسب كلامه أن لها مصلحة لا تستقر ليبيا وبالتالي هناك من يدعمه هناك من يقدم له الدعم. أيضا في حال ما وصل الجيش إلى مشارف سرت أو دخل مدينة سرت حيتم تغيير معادلة المجتمع الدولي وبالتالي من ضمنها الآن ما يحدث في بنغازي وسيطرة الجيش على مدينة بنغازي وتغييرات في الساحة السياسية الدولية ضمن هذا النطاق. تحدث أيضا على أن تنظيم داعش أصبح الآن يوطن نفسه أو يثبت نفسه. رجع معنا الآن للسادة الجمعي الياسمي. سادة الجمعي تحدثنا حقيقة معي سادة الجمعي. نعم. طيب الآن الكثير من الخبراء أو المحللين أو الناس اللي فاهمة حركة التنظيم يعني يستغربوا كيف التنظيم يسيطر على سرت. سرت منطقة ساحلية تحدها من الجنوب والشمال مناطق يمكن الدخول عليها، لماذا سرت تحديدا في رأيك؟ لا اعتقادي أن سرت تشكل بما معناه عسكريا موقع استراتيجي لأنه غير بعيدا على منطقة الهلال النفطي ثم أن لديها سواحل طويلة وكذلك أيضا لا تبعد كثيرا عن بنغازي وأهمية بنغازي السياسية وكذلك أيضا العسكرية. فسرت من خلال الجانب اللوجستي بإمكان هذا التنظيم أن يحصل على الإمدادات عبر البحر وهذا ما رأيناه خلال الأشهر الماضية سواء عبر الجرافات أو بعض السفن وكذلك أيضا يسهل عليه الانغماس أكثر فأكثر باتجاه إجدادية وراس لنوف والمناطق المحيطة بالهلال النفطي. لذلك أبقى سرت موقع استراتيجي بالنسبة له قادر من خلاله التوسع ثم يبدو أنه وجد شبه حاضنة اجتماعية في البداية. نعم. استطاع توظيفها ليفرض سيطرته. نعم طيب الآن التنظيم يعني يلاقي ضربات قوية جدا سواء كان في سوريا والعراق أيضا في شرق ليبيا وفي غرب ليبيا أيضا من جهة سبراتا ولو تحدثنا على بنغازي وجدابيا، هل هذا يعطي دافع للتنظيم لتصدير عناصره وقياداته داخل مدينة سرت وبالتالي ممكن تكون المرحلة الجاية مرحلة صعبة على حتى الجيش؟ يعني دون شك كل المؤشرات تؤكد أن المرحلة القادمة ستكون صعبة. الجيش حقق انتصارات لا يستهان بها لكن المسألة تبقى باعتقادي مرتبطة بالإرادة السياسية التي تحكم المجموعة الدولية التي سمعناها خلال الأسابيع الماضية كثيرا ما تلوح بتدخلها لضرب هذا التنظيم. لكن الخشية في حقيقة الأمر تكمن في أن أطرافا بعينها تريد توجيه ضربات محددة بمعنى عمليات جراحية هنا وهناك لتقطيع أوصال هذا التنظيم لكن ليس القضاء عليه لأن وظيفته لم تنتهي بعد. نعم. ضمن إطار المشروع الدولي الكامل. نعم كل ما يحدث الآن وكل ما تفضلت به حضرتك أستاذ جمعي هل الآن يعطي خطة بديلة للتنظيم من حيث جمع الأموال والدعم المالي اللي مطلوب للتحرك بالذات الفترة الجاية متوقع أنها تكون فترة قوية وحاسمة عليه؟
نعم، باعتقادي أن هذه الإجراءات والتدابير سواء كان على المستوى المالي الاقتصادي أو على مستوى الميداني لجهة التحصينات التي شرع فيها الخنادق والسواتر وما إلى غير ذلك، يبدو أنه بحاجة إلى المزيد من القضايا اللوجستية المالية حتى يستطيع توفير الذخيرة وقطع الغيار لآلياته، لأن المرحلة ستكون قاسية. نعم، طيب، مسألة الضربات الجوية، أعلنت أمريكا من حوالي أسبوعين تقريبا أن هي من ضربت مبنى في مدينة صبرات، هل نتوقع إعلان قريب لضربات جوية داخل مدينة سرت من القوى الغربية سواء كانت أمريكا أو غيرها؟ باعتقادي أن هذا الأمر وارد جدا، بل أن الأسبوع القادم قد نسمع بضربات أخرى، خاصة وأن خلال اليومين الماضيين كانت هناك في ضربات، ورأينا ضربات أخرى استهدفت جرافات محاذية لسرت. كل المؤشرات تدفع بهذا الاتجاه، لكن الخشية كما قلت تكمن أن المجتمع الدولي قد يكتفي بمثل هذه الضربات دون التوجه لعملية حسم المعركة وبالتالي القضاء على انتشار هذا التنظيم الإرهابي. نعم، السيد الجمعي القاسمي مهتم بالشأن العام، كنت معنا عبر الهاتف من تونس العاصمة، شكرا جزيلا لك لقبولك دعوتنا، ونقول لك الحمد لله على السلامة مرة ثانية، ونتمنى نلتقي بك قريب جدا في مواضيع أخرى ضمن برنامج البلاد أو أي برنامج عبر 218. أشكرك جزيلا الشكر مشاهدينا الكرام. فاصل، وبعد الفاصل بعون الله الطوارق والتبو خوة ليوم الدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والجزء الثالث والأخير من برنامج بلاد الليلة. الجزء هذا طبعا المصالحة بين التبو والطوارق ما شاء الله تتوالى، ويعني حقيقة الواحد اللسان يعجز عن وصف ما اللي صاير وفرحتنا باللي صاير. الناس الآن أصبحت تمد جسور التواصل بينه وبين الطوارق خوت زي ما قلنا قبل فصل يوم الدين. بالأمس تم يعني تبادل أسرى بين القبيلتين أو بين المنطقتين بحيث أن يتم وعد الفتنة ويتم أيضا حتى البعد كل البعد عن الحرب ولما ذلك. لكن مشاهدينا خلينا نشوفوا تقرير وبعدين بشرحوا بضيوفنا، خليكم معنا لأن موضوع مصالحة مهم جدا لكم وأكيد لنا. بعد قرابة العامين من الصراع المسلح هجر بسببه آلاف العائلات والأسر وتوقفت الدراسة وأقفلت على إثرها المؤسسات والمرافق العامة، دخلت القوة المحايدة إلى منطقة أباري تنفيذا للاتفاق السلام والمصالحة المبرم بين الطوارق والتبو. أتى اتفاق القعيرات ليضع حدا لمعاناة قرابة 45,000 شخص تضرروا نتيجة صراع الإخوة في أباري، حيث استلمت القوة المحايدة من قبيلة الحساونة كافة المواقع والتمركزات الأمنية والعسكرية من الطرفين، وأعلنت أباري منطقة خالية من السلاح. الحرب لم تقتصر على أماكن محددة، بل نالت من قلعة أباري التاريخية حيث انهار جزءا من السور الخارجي لها جراء استخدام الأسلحة الثقيلة في الاشتباكات التي شهدتها المدينة في الفترة الماضية. أباري تعاني الكثير من المشاكل الاقتصادية ونقص في البنزين وقلة المواد الغذائية، ومستشفى يعمل بأقل الإمكانيات نتيجة غياب كامل للعناصر الطبية والطبية المساعدة، الأمر الذي جعله يعتمد على المتطوعين لسد غياب العناصر الطبية مع نقص حاد في الأدوية وباقي المستلزمات، ومع هذا ناله ما ناله نتيجة تعرضه لقذائف. بالنسبة لنا كمتطوعات واجهتنا عديد من المشاكل، منها عدم المواصلات، ما فيش مواصلات. ومع هدوء أبهج سكان أباري تتطلع أعينهم إلى حكومتين لم تعبأ بعد بهم لتوفير ما تحتاجه المدينة.
تابعنا مشاهدينا الكرام، يشرفني ويسعدني أن ينضم إلينا الشيخ حسين الكوني رئيس المجلس الاجتماعي الطوارق في ليبيا. الشيخ حسن مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا بك، حقيقة سعداء جدا بانضمامك لنا، والموضوع اللي أكثر أسعدنا هو المصالحة وتبادل الأسرى بين الطوارق والتبو. أعطينا آخر المستجدات في هذا الخبر الطيب. أولا أنا سعيد جدا أن نلتقي بهذه القناة التي كان لها دور كبير في نقل معظم أحداث مباري، وهي سباقة إلى تقديم إلى المواطن الليبي ما جرى في مدينة مباري. والحقيقة احنا عاجزين على الشكر إلى لقناة 218 على ما قامت فيه من دوره، خاصة في التقرير الآن اللي عرض الآن منذ قليل، يعبر عن مدى اهتمام قناة 218. وأحب أن أوجه الشكر إلى مسؤولي قناة 218. هذا أقل من واجب شيخ، هذا اللي نقوم به أقل من واجب. في نهاية الأمر حاولوا زي حضرتكم للسعي لخلق يعني بيئة طيبة للمصالحة، لكن الآن بين الطوارق والتبو، آخر المستجدات وآخر الجلسات الطيبة والأخبار الطيبة شيخ. احنا ما عندناش إلا ما يأتيكم من الجنوب إلا الأخبار الطيبة، وتحقيق السلام بادي الآن من الجنوب وماشيلكم غادي في الشمال، بادي من الجنوب إن شاء الله وماشيكم في الشمال إن شاء الله يعني. نعم. الآن احنا في اليومين الماضيين تم عملية تبادل الأسرى بين التبو والطوارق، والحمد لله مشت الأمور بصورة جيدة وبصورة مرضية للجميع، وما فيش ما يصير أي شيء يضيق المصالحة. المصالحة ماشية بصفة إيجابية لين عدد الحدود مع خطبة التبو. وفي الحقيقة هي المشكلة مش ما بعد المصالحة يعني. نعم. شايفين الدمار اللي حاصل في باري، الناس بدأت تعود إلى المدينة، تعود المدينة وبيوتها مدمرة وبعض من بيوتها احترقت. في الحقيقة الموضوع يحتاج إلى وقفة جادة من المجتمع الليبي. والآن شايفكم أنا من فترة تقدموا في تقارير عن مدينة بنغازي أو أحد القنوات نشوف فيها، أظن قناة ليبيا، وناسينا وباري. طيب احنا يا شيخ احنا موجودين معاك، وباذن الله ما يعني مش هنقصر، وزي ما قلت لك هذا واجبنا، وايضا المفروض يكون معنا الاستاذ ما شاء الله كيكولي احد اعيان التبو، لكن لعد الان التليفون خارج تغطية يبلغوا فيه شباب، وتم التنسيق معه حقيقة وكان سعيد جدا. شيخ الان الشروط اللي الان والقوانين او القرارات اللي تم وضعها والبنود اللي تم وضعها ضمن اتفاقية المصالحة، هل كانت ضمنها اللي هي عدم المساس بها بشكل مباشر وعدم التعدي على الأملاك العامة والأملاك الخاصة للمواطنين، وفي حال ما أي شخص تقدم أو أدى شخص آخر هل حيتم رفع الغطاء الاجتماعي عليه؟ أنا أقول لك الآن القوة المحايدة نعم، واللي لها فضل كبير في استتباب الأمن في منطقة باري نعم، خطنا الحساونة جزيل الشكر على ما قاموا به وقائمين به، وبالفعل ان احنا من الثقيل معاكم ان اي احد يمس امن هذه المنطقه بعد الان بعد الاتفاق اللي تم بيننا وبين التبو سيتم طبعا اتخاذ الاجراءات الرادعه لاي واحد يحاول ان المساس بامن المدينه، وخاصه ان تم إزاحة جميع مظاهر التسليح من 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 الشوارع والمناطق الرئيسية، وعاد كل المقاتلين السابقين إلى أماكنهم في المحددة سابقا يعني. والحمد لله أنا أقول لك الآن بالفعل المطلوب هي مش هذه، المطلوب الأمن بادي الآن الحمد لله بفضل جهود المواطنين بالكامل متعاونين مع القوى
القوة المحايدة. نعم. وفي نفس الوقت احنا دعاة سلام ونسعى الى تحقيق السلام ما دام، والحمد لله ان العملية تمت بفضل اليهود الخيرين من اهل المنطقة سواء من التبوة من الطوارئ. نعم. طيب شيخ، الآن المهم هو المسألة ترسيخ المصالحة الوطنية عند الشباب وعند الناس الكبيرة وعند القبيلتين الآن، هل في شغل على مسألة ترسيخ المصالحة بين القبيلتين ويستمروا أخوة زي قبل زي اليوم؟ أسمع، زي ما تمت عملية المصالحة هناك تنسيق إيجابي وكامل بين التبوة والطوارق من الشيوخ والحكماء والأعيان في سبيل العودة، عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي زي ما كانت في السابق يعني. نعم. إن شاء الله الأسباب يتم إزالتها، جميع الأسباب اللي سببت في هذا الشرخ. نعم. حصل في بين نعم شيخ. صراحة. طيب شيخ، المنطقة عانت حقيقة الكثير يعني من الاشتباكات اللي صارت فيها، وبالتالي هذا رجع على البنية التحتية من قطاع الصحة والتعليم والوقود ولما ذلك. الآن الخطة الجاية اللي هي من المفروض رجاع البلاد لما هو جيد، بمعنى الآن لو تحدثنا خصصنا مثلا جزء بسيط للمستشفى، هل هناك الآن عمل على تلبية احتياجاته؟ بالنسبة بكل تأكيد احنا الجهود مبذولة. بالنسبة للمستشفى، المجلس الاجتماعي قام بجلب أدوية من الشقيقة الجزائر والآن موجودة في المستشفى. اللي يحتاج المستشفى يحتاج إلى دعم، ما في ولا دكتور في المستشفى. عارف مدينة سكانها عددها كبير، لحد الآن لا يوجد إلا دكتور واحد في المستشفى وبارد. المطلوب من دعم من مؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر الليبي، يجب أن يتحرك من الآن فصاعدا. أنا وجه نداء إلى الهلال الأحمر. بالأمس كان فريق من الأطباء، مجموعة الأطباء كان موجود في غات، وطلبت من رئيس مجلس الهلال الأحمر في غات أن يشكلوا قافلة سريعة بأقصر سرعة التوجه إلى أوباري من الدكاترة يعني. نعم. وبعدين حتى مدينة أوباري إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة سيتم افتتاح مطار غات، يتم تجهيزها لا مطار آسف سيتم افتتاح مطار أوباري، لأن المسؤولين على مطار أوباري قايمين بعملية تجهيزها وإعادتها إلى وضعها الطبيعي لاستقبال الطائرات واستقبال اي واحد، اي شخص، والله اي مؤسسه، والله جمعيه خيريه تبي تجيب دعم لمدينه اوباري، لاننا نعتبر مدينه اوباري مدينه منصوبه. نعم. وخاصه من ناحيه المواد الغذائيه يا اخي والله. نعم. مطلوب جدا، مطلوب تكاتف الجنود الجهود لمساعدة الناس العائدين إلى مدينتهم. نعم، هو هذه واحدة من نقاط شيخ 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 حسن، هذه واحدة من النقاط حقيقة. نعم شيخ حسن، بس اسمح لي، هذه واحدة من النقاط المهمة اللي هي مسألة الجهود، لكن الجهود يعني بروحها صعب شوية يا حاج، أنت عارف الكلام هذا. هل تم مثلا تبليغ الحكومة بهالكلام هذا، البرلمان أيا كان، هناك جلسة تشريعي بحيث أنه يتم دعم المدينة بشكل كامل من معدات طبية ومؤسسات تعليمية ووقود وإلى ما ذلك من تغذية ويعني كل شيء للمدينة؟ تبي الحقيقة والله؟ نعم، قلت لك أنا بالنسبة تبي الحقيقة، لا في حاجة اسمها حكومة، لا في طرابلس ولا طرق الطبرق معدلين على أوباري ولا دارين اهتمام الأوباري للأسف الشديد. يعني احنا حتى المساعدات البسيطة، إغاثة المظلومين البسيطة يحتاجوها الناس الموجودين في أوباري، يحتاجوا إلى أن بالفعل الحكومة المؤقتة والله حكومة طرابلس تقدم دعم بالذات وخاصة في الوقت الحاضر لإغاثة للناس العايدين. لا لابد من، احنا عينا والله يسمع، نعم، عينا من توجيه الرسائل والمراسلات والاتصالات إلى حكومة البيضة والله حكومة
ندعو من الاخ التني والسيد الغوري اللي موجودين في طرابلس. نعم. الحكومتين يبدأ يتحركوا. نعم لكل حال. نعم شيخ حسن. مجلس النواب وين يا سيدي مجلس النواب؟ نعم. طيب الشيخ حسن الكوني رئيس المجلس الأعلى الاجتماعي للطوارق في ليبيا، أنا آسف جدا على المقاطعة، الوقت سمحني ما عادش عندي، باقي مازال عندنا ما نحكي معك شيخ، إن شاء الله نتلاقوا في مناسبات أخرى. أشكركم حقيقة، أنتم تاج نحطوا فوق الرأس. كلام كثير بنقول يا رب. بإذن الله حجي مناسبات تانية وحتكون وحنستضيفوك ونحكوا بشكل واسع وأكثر دقة. حقيقة أشكر التبو وأشكر الطوارق، إحنا زي ما قلنا أخوت ما يفرقهم شيء وبارك الله فيهم، وهذه هي الخطوات الإيجابية وهذا اللي يبني الوطن ويبني البلاد بشكلها الصحيح. عمره ما كانت الفتنة أو الاقتتال بين الأخوة حيوصل لبر الأمان، بالعكس الصلح والمصالحة بين الأهل والأصحاب والخوت والجيران هو الهدف المنشود للجميع واللي من شأنه أن يخرج البلاد بما هو عليه. خليكم من الساسة لبرلمان الحكومة كلها راو كلام فاضي تسمعوا في الشيخ. الآن مدينة بحالها تعاني في الويلات محتاجة الكثير، لكن نقولوا في ليبيا ليها رجال. مشاهدينا نهاية حلقتنا، في أمان الله.